المجموعة هي ثلاثية طبعا، هذا العمل هو كان موجود يعني بكنيسة نوتردام في باريس. طبعا انتم سمعتوا انه قبل عام تم حريق، هي من احد اقدم الكنائس بكل اوروبا، يعني تعتبر اميرة الكنائس. هاي الاعمال الثلاثية كانت في كنيسة نوتردام، هي كناية عن عباءات، طبعا في عبايتين ذهبي واحمر، هذا جو الكهنوتي تبع الملائكة، هذا جو يعني الموجود هو فعلا هو هيك. فأنا أعتبر الطقوس الموجودة لما أنا بستخدم الجولد مثلا بالعباءات وكذا، فهي طقس ملكي أميري يعني شديد البتخ. يعني هاي الوجوه اللي أنا تخرج من الأصابع ولا تخرج كذا، هاي كائنات مش عن كائنات العدم أو الهامش أو بعض الحمقى بسموها كائنات البشعة أو الشيطان، كله هذا كلام سخيف. هذا أنت بتخلق هون كينونة لا تتشابه مع الكامل البشري، إلى حياة الخاصة، إلى غموض الخاص، إلى أسرار الخاصة، إلى مفعيل الخاصة، ما تقترب من الكائن البشري، هي موجودة هيك. كيف ملائكة هنا تماثيل موجودة مثل سيدة منجزة ربما من 400 عام 500 عام بدرة الكنائس بأوروبا تأتي عمل سبع الأدم، هذا يعتبر احتفاء كبير بلوحات سبع الأدم، الدين يحتفي بها. الحقيقة أنه تنسيق المعرض بكنيسة نوتردام كان جميل، يعني معني أنا ما حضرته، يعني كان في رعاة له يعني مديرة الجاليري أو الأشخاص بذلك الوقت، بس حتى الأشخاص الموجودين هون لابسين الشورتات، الأشخاص الواقفين أشبه بهذا كمان عنده كمان مع الأسف في ظلم الكاميرا مش طالع كثير، لأنه جو الإسباس مثل الأقبية يعني فيها روائح، يعني روائح الأكسجين القديم، يعني روائح التاريخ. يعني هذول الأشخاص أنا أعتبرهم أشبه بالحرس، يعني حرس أميري، يعني لابسين شورتات متغير الشورتات، حتى هو اللي لابس كمامة حمراء. الغريب إنه كل هاي الكمامات كانت موجودة يعني بسنوات بعيدة لا تقل عن 16-18 عام، يعني من الوقاحة الشديدة إنه الآن ب 2020 عم نسمع عن رسامين كتير وفي شغل على موضة الكمامات والفنانين والمعارض اللي عم تصير في جلوتروف، بصير بمدريد، ببرشلونة، بنيويورك، انه كانوا حدث جديد يعني. بس الحمقى لازم يعرفوا انه في رسام سوري اسمه سبهان آدم انجز هذا المشروع قبل سنوات طويلة، تفضلوا اعتذروا مني، قدموني بما يليق فيه.